نظم نادي السيارات السوري مؤتمر صحفي خاص بالسباقات الجودريفت وجوسبيد ضمن فندق الشيراتون بدمشق، ويلي شهد حضور كبير من وسائل إعلام لمواكبة هذا الحدث. حقيقة توقعات كلها تفاؤل، لأنه عم نحاول نعمل أقصى ما بنقدر من إمكانات لحتى نحقق أدوات النجاح، من انتشار، من تسويق، من تأمين المستلزمات المطلوبة، الميديا اللي هي بتلعب دور كتير كبير، سوشيال ميديا طبعاً من خلال وجود راعي إعلامي محترف موجود بالبلد، يعني منكون هيك نوعاً ما عم نحاول نكون بصفوف المقدمة للنجاح، يعني عم نحاول نأمن الأدوات حسب الإمكانات المتوفرة والصعوبات الاقتصادية الكبيرة والدعم المادي القليل، يعني يلي هي ما فيها المساعدة الكبيرة بصراحة، عم نحكي لتأمن كل احتياجاتك لتوصل للمستوى المطلوب. إنما نحن عم نشتغل مع راعينا الإعلامي، مع الراعي البلاتيني الموجود معنا، مع كيو ميديا، إنه نوصل ليعني أدنى درجات المطلوبة لحتى نكون خطوات أولى للنجاح. متفائلين السنة إن شاء الله، لأنه جهد كتير كبير من الكوادر يلي عم يشتغلوا ليل نهار لحتى نوصل لمرحلة إنه نقول بطولة ناجحة بكل معنى الكلمة إن شاء الله. التحضيرات كانت كتيرة والصعوبات كانت أكبر، ويلي بيميز هذا النوع من المشاركة إنه هذا السباق الليلي الأول من نوعه بسوريا وبتحضير تقني عالي. بتحقق الحلم تبع نادي السيارات اللي هو بإضاءة الحلبة، فأول فرق والفرق الأساسي اللي طاير عقلنا فيه نحنا واللي أكثر شيء عم نحكي فيه هلا هو إنه السباقات حتكون ليلية. بالدريفت بكل دول العالم لما بينعمل ليلي الأصداء تبعه الجو بيكون أزبط، الإضاءة بتلعب دورها، المؤثرات، الشو بيكون كتير أقوى وكتير ألطف وكتير يعني حماسي أكثر، فهذا حيشد جمهور أكثر وحيكون بالنسبة لنا مثل ما قلت لك الحلم اللي يتحقق، وحيكون بالنسبة لكم صعوبة إضافية بقى للتصوير بالليل وتغطية بالليل، وحيتغير كل التكنيك تبع التصوير، فبانتظاركم وإن شاء الله بيطلع شيء حلو بوجودنا بشغلنا وشغلكم إن شاء الله بيطلع ميديا كثير مرتب. الأجواء الإيجابية بين الحضور كانت طاغية والتوقعات عالية، وحتى المتسابقين كانوا متحمسين ليبدوا السباق. مفاجأة للجميع وكثير حلوة، خطوة كثير منيحة لحت تحقق هدف أحلى، لح يكون في موضوع الجمهور لح يكون أحلى، في أصوات السيارات، النار من الأشمان السيارة، لح يكون في هيك شوية حماسية أكثر، في منافس قوي وفي عدة منافسين أقوياء نازين إن شاء الله، لح يكونوا أوايا يعني، ولح يكونوا ممكن ينالوا اللقب، ممكن ما بعرف يعني، طبعا أنا ما لح أسمح لحدا، بدي ضل حارب يعني. أنا كمتسابق قديم من 2005-2006، وبالماضي كان عندنا سباقات ليلية بزمان الخير، فأخذ على الجو 100%، وبالعكس أنا سعيد جدا. تاني شيء موضوع المنافسة ليلي نهاري من فضل الله، هاي الفئة إلي وممنوح ليقرب عليها. المؤتمر تضمن حديث العديد من الرعاة عن أهمية المشاركة بهي الفعالية يلي عم بتكون برعاية إعلامية من قبل كيو ميديا. نحن خلال هالثلاث سنين كان عندنا تحدي، أول ما وجدنا مع نادي السيارات نحن نعتبر حالنا جزء من نادي السيارات، عيلة واحدة. لما جاء عند الدكتور سامر وحكى كلمة قالنا أنه نحن اليوم عندنا تحدي، الرسالة الأساسية اللي كنا حابين نوصلها تتعلق أنه نحن اليوم سوريا عم تتعافى بغض النظر عن أي شيء له علاقة بمواضيع تانية. الشيء الأساسي المعروف عن شركة كيو ميديا هي مشروع شبابي. هذا المشروع هو حب يظهر نادي السيارات وينقل الصورة بطريقة شبابية، مشان هيك اعتمد على موضوع السوشيال ميديا ونقله بطريقة احترافية. ركزنا كثير على موضوع نقل الصورة، الكونتنت، خصيصا نحن معروفين بقصة السوشيال ميديا، فحاولنا قد ما فينا نبرز الاحترافية بنقل هذا الواقع. هو نفس الشيء الرسالة اللي كان يصرها الدكتور سامر نحن نوصلها هي التعافي، التعافي سواء بهذه إقامة هذه الفعالية وبالتعافي بالإعلام كمان. والختام كان باستعراض المتسابقين لعدد من السيارات المشاركة بالإضافة لحفل موسيقي ليكون هالمؤتمر صافرة بداية للإعلان عن البطولة الأكثر تشويقاً بسوريا. لهيك انطرونا الجمعة الجاية بحلبة صيدنايا وكونوا كتار لتشوفوا المفاجآت.